السلام عليكم طلاب، هذا المثال رقم 17. نريد inverse Fourier transform ل x of f تساوي 20 sinc تربيع 5f زائد 12 sinc تربيع 4f في exponential minus j 2f. مثل ما قلت لكم بالمقاطع السابقة، دا أشوف exponential مضروب بالدالة كلها. هذا exponential complex، هذا معناته أكو عندي time shift، لا تنسوا time shift. فهسا أنا هذا أخليه بالأخير، نجي نشتغل على البقية. أكو عندي هذا أول واحد 20 في sinc تربيع 5f. هذا بالحقيقة أنا أكو عندي قاعدة اللي هي القاعدة رقم 2 بالجدول، تقول A في triangle، A في triangle of T على capital T، الفوريير ترانسفورم مالتها يصير A T في sinc تربيع F في T أو T في F. أوكي، أني نعطيك هذا الجزء اليمين اللي هو 20 سينك تربيع 5F. من هذا الكلام خلي أغير لك اللون بالأسود. من هذا الكلام عندي التي، هذه التي هي هذه الخمسة، أوكي، وأي في تي هي هذه العشرين. يعني من هذا الكلام شنو نستنتج؟ T تساوي 5، أي T تساوي 20، إذن الـ A تساوي 4. أوكي؟ يعني الـ inverse Fourier transform لـ 20 sinc تربيع 5F هي تصير 4 triangle of t على 5. هذا أول واحد. هسه عندي الثاني، عندي الثاني، خلينا نمسح هاي الخطوط الزايدة. هذه ال 12 sinc تربيع 4F، حسب هذا القانون اللي أمامي عندي أني خلينا نكتبها هنا 12 sinc تربيع 4F. هذه شو تقول؟ هذه معناتها خليها منغير لك اللون بالأحمر، هذه أي تي تساوي 12 والتي لوحدها هنا تساوي 4، يعني من هنا نقول تي تساوي 4، أي تي تساوي 12، إذن الأي شو تساوي؟ 3. من هذه نقول أي تساوي 3، يعني الـ inverse Fourier transform لهذه الدالة هي 3 في triangle T على 4. أوكي، إذن message of T، X of T تساوي، أجي أعوضها هنا، الاثنين اللي طلعناهن 4 في triangle of t على 5 بيناتن إشارة زائد 3 triangle of t على 4. أوكي، هسا أني أكو بعد خطوة أخيرة اللي هي هذا الإكسبونينشال، خلي أغير لك اللون بالأسود. هذا الإكسبونينشال، هذا يعني أكو عندي تايم شيفت، تايم شيفت خلي أكتبه هنا إكسبونينشال ماينس جي 2F. هو بالحقيقة هذا الستندر مالته، الستندر مالته هو إكسبونينشال ماينس جي 2 باي F في مقدار الشيفت. أوكي، إذن الأي إيش قد قيمتها اللي تخلي الناتج يطلع هذا؟ أوكي، هنا راح مبين قيمتها ما تساوي 1 على باي. أوكي، الإشارة ناقصة،
إذن x of t بالنهاية x of t تساوي 4، يعني كل t أخلي بداله t ناقص 1 على باي، لا تنسى هذا التايم شيفت. 4 في تراينجل of t ناقص 1 على باي على 5 زائد 3 في تراينجل of t ناقص 1 على باي على 4 وانتهى الحل. انتهى الحل. بالتوفيق إن شاء الله.